ربنا رحمه النهارده هنعمل صينيه البطاطس الجميله بالارانب، ودي طبعا اكله الكتير مش متعود عليها، لكن احنا بنعملها في قناه وفر في بيتك منوعات، وطبعا جميله وطعمها جميل. يا ريت تجربوها، واحنا عملنا اكلات كتير قبل كده بالارانب في فيديوهات كتير، يا ريت تتفرجوا عليها. وهنحط لكم روابط بعض الفيديوهات تحت الفيديو في صندوق الوصف، ويا ريت اللي ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه، لان القناه جميله ومفيده. في البداية بخرط بصلاية وهحمرها في قطعة سمنة. انا عايزة بس لونها يبقى ذهبي كده وريحتها تطلع، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. اول ما تدبل بالشكل ده وريحتها تطلع، بخرط عليها 4 فصوص ثوم، هحط عليه رشة فلفل، رشة كمون، وأول ما ريحة الثوم تطلع هبدأ أرص الأرانب بتاعتي. هقلبها بس تقلبة كده تاخد لون بسيط، حط عليها قطعة صلصة طبعا ديت في الفريزر وهتسيح دلوقتي كلها مع بعضيها، وهحط لها المية. حط لها شوية مية صغيرين كده، هسيب المية تغلي وهسيب الأرانب أقلبها فيها لحد ما أحس إن لونها اتغير خالص وبدأت المية تتحول لشوربة شوية. بعد كده هنشوف هنعمل ايه. اول ما لون الارانب يبقى بالشكل ده بطلعها في طبق عشان ارص البطاطس الاول، وبعد كده بحط الارانب فوقيها. بزود ميه لحد بس ما اغطي البطاطس، بحط لها رشة فلفل صغيرة ورشة شطة، وهحط الملح، برص الأرانب بتاعتي بالشكل ده بحيث ان اللحم بتاعها يبقى ملامس للمية اللي بتغلي. اول ما البطاطس تشرب المية شوية بقلب الأرانب بتاعتي قلبة وبسيبها على النار شوية، وبعد كده بدخلها الفرن عشان تتحمر. ودي كانت صينية الأرانب بتاعتنا، ريحتها تحفة وطعمها جميل جدا، يا ريت تجربوها. يا ريت اللي عجبها الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلها كل جديد ان شاء الله.